كعادتها التي عودتنا عليها، جمعية وفا قامت بمبادرة طيبة التي تمثلت في زيارة مرضى وأكابر السن من الأسرة الثورية وأبناء الشهداء والمجاهدين، وذلك بالمناسبة إحياء ذكرى 72 لمجازر 8 ماي 1945، حيث تنقل المكتب التنفيذي للجمعية رفقة أمن ولاية عنابة والإعلام إلى بيت المجاهد نوار أحمد. وبهذه المناسبة تم تكريمه ورفع معنوياته والاطلاع على أحواله الصحية. الشاب انت ولدو؟ وي ولدو ولدو صغير. انا هذا صغير. شحال عمره؟ هو 97. مرحبا بالضيوفين الكرام، الإخوة والجمعية تاع الجسر الأبيض والشرطة المحلية تاعنا تاع الدوزيام أرونديسمون. أنا ابن المجاهد نواري أحمد، عمره 97 سنة، دار لاغير دندوشين ولاغير دالمان ولاغير دالجيري، لي تروغير هادوما ربي قدروا ونجحوا وقعد حي وشفناه وكبرنا معاه. دركا في الكبر هراكم تشوفوا في كذا حالته، انسان كبير 97 سنه. كاش مازالوكم جماعه قبل ما جاوكم؟ جاتنا الجمعيه تاع الجسر الابيض كرماتو بهاي الشهاده تاعو. عنده شهاده تاع الوسام المقاوم، هذه من وزاره المجاهدين. عنده لي كالكو ميداي، بصح ما كناش حنا يعني بري باش الاخرين جاوكم طلعوا على الحاله تاعو في الصحيه تاعو؟ لا يعني لا لا لا، ما زارنا حتى واحد يعني. واليوم راهي زيارتكم تزوركم؟ الله يبارك، بارك الله فيهم وكثر خيرهم ويرحم والديهم، وهذه تبقى في التاريخ. وراهم مع الامن ان شاء الله؟ ومع ان شاء الله ان شاء الله، هذه حاجه تشرفنا حنا وتشرفوا هو. مالغري هو راه درك ما يعلمش واش كاين واش ما كانش ولا ما بصح، تشرفنا احنا كابناء تشرفنا في العمر هذا، ديجا بركه كبيره من عند ربي. مرحبا بكم عندنا. اسمي نوري عائشه بنت نوري احمد الكبيره، وعمري 68 سنه. يبارك في عمرك. واحنا دركا قاعدين قايمين به، هو حارب علينا وحنا نحاربوا عليه، ونتشرفوا بكم الكل. بلا مزيتنا خويا، بلا مزيتنا والله. واش رايك في الزياره هذه جات؟ راه جوج زاروكم المدنيه؟ نعم جاتكم جمعيه وفاء؟ ما جاتني. نتشرفوا به، نتشرفوا بهم وربي يخليهم ان شاء الله. باللي هكا ما مطيش هكا، احنا نجيو نقيمو بوه نطيبو له نعوموه نقعدو معاه، وهو يستنى في رحمة ربي، واحنا المهم يدعينا بالخير. الرحمن الرحيم. أولا احنا جينا العم أحمد نواري كجمعية وفاء لحماية وتخليد مآثر الثورة التحريرية، جينا رفقة مديرية المجاهدين على مستوى ولاية عنابة، وكذلك رفقا الأمن الولائي والأمن الحضري رقم 12 بالمقاومة.
جينا نزوروا عمي أحمد نواري بمناسبة الذكرى 72 لمجالة 845. ونحن كجمعية وفاء عدنا برنامج سطرناه على مستوى الولاية من أجل أن نزور المجاهدين وذوي الحقوق كبار السن واللي راهم مرضى في ديارهم عن طريق الزملاء، عن طريق الجيران، عن طريق محبي جمعية وفاء. كل إنسان، كل مجاهد نسمع به مريض إلا ونجو نزوروه، نزوروه من موش من أجل تكريمه مادين، وإنما نزوروه من أجل أولا تكريمه معنويا، نرفعوا له معنويات، نرفعوا معنويات الأسرة. وإحنا بكل صراحة أنا شخصيا تفاجأت عندما زرت وقفنا على عمي أحمد وشفنا حالته الصحية وظروفه الاجتماعية، يعني شيء أثر ومتأثرين جدا. ولكن نقولوا لعائلته عمي أحمد راهو عنده أولاده، عمي أحمد راهم عنده إخوان وهم مجاهدين جو معايا، وإحنا رانا أولاد الأسرة الثورية، إحنا رانا أولاد عمي أحمد، لأن عمي أحمد من أحد مجاهدي الثورة التحريرية. كعادتها التي عودتنا عليها، جمعية وفا قامت بمبادرة طيبة التي تمثلت في زيارة مرضى وأكابر السن من الأسرة الثورية وأبناء الشهداء والمجاهدين، وذلك بالمناسبة إحياء ذكرى 72 لمجازر 8 ماي 1945، حيث تنقل المكتب التنفيذي للجمعية رفقة أمن ولاية عنابة والإعلام إلى بيت المجاهد نوار أحمد. وبهذه المناسبة تم تكريمه ورفع معنوياته والاطلاع على أحواله الصحية. الشاب انت ولدو؟ وي ولدو ولدو صغير. انا هذا صغير. شحال عمره؟ هو 97. مرحبا بالضيوفين الكرام، الإخوة والجمعية تاع الجسر الأبيض والشرطة المحلية تاعنا تاع الدوزيام أرونديسمون. أنا ابن المجاهد نواري أحمد، عمره 97 سنة، دار لاغير دندوشين ولاغير دالمان ولاغير دالجيري لي تروغير هادوما، ربي قدره ونجح وقعد حي وشفناه وكبرنا معاه. دركا في الكبر هاكم تشوفوا في كذا حالته، انسان كبير 97 سنه. كيش مازالوكم جماعه قبل ما جاوكم؟ جاتنا الجمعيه تاع الجسر الابيض كرماته بهاي الشهاده تاعو، عنده شهاده تاع الوسام المقاوم، هذه من وزاره المجاهدين. عنده لي كالكو ميداي، بصح ما كناش حنا يعني بري باش الاخرين جاوكم طلعوا على الحاله تاعو في الصحيه تاعو؟ لا يعني لا لا لا، ما زارنا حتى واحد يعني. واليوم راهي زيارتكم تزوركم، الله يبارك، بارك الله فيهم وكثر خيرهم ويرحم والديهم، وهذه تبقى في التاريخ. وراهم مع الامن ان شاء الله، ومع ان شاء الله ان شاء الله، هذه حاجه تشرفنا حنا وتشرفوا هو. مالغري هو راه درك ما يعلمش واش كاين واش ما كانش، ولا بصح تشرفنا احنا كابناء تشرفنا في العمر هذا، ديجا بركه كبيره من عند ربي. مرحبا بكم عندنا. اسمي نوري عائشه بنت نوري احمد الكبيره، وعمري
كعادتها التي عودتنا عليها جمعية وفا قامت بمبادرة طيبة التي تمثلت في زيارة مرضى وأكابر السن من الأسرة الثورية وأبناء الشهداء والمجاهدين، وذلك بالمناسبة إحياء ذكرى 72 لمجازر 8 ماي 1945، حيث تنقل المكتب التنفيذي للجمعية رفقة أمن ولاية عنابة والإعلام إلى بيت المجاهد نوار أحمد. وبهذه المناسبة تم تكريمه ورفع معنوياته والاطلاع على أحواله الصحية. الشاب انت ولدو؟ وي ولدو ولدو صغير. انا هذا صغير. شحال عمره؟ هو 97. نرحب بالضيوفين الكرام، الإخوة والجمعية تاع الجسر الأبيض.